عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رحنا في السطوحة، السطح يعني فوق ديال الدار منك للشمس. هنا عندنا شوية تاع الدجاج، كيما تكلمنا على فوائد السمك المشوي غادي نتكلموا على فوائد الدجاج المشوي. هذا الدجاج المشوي غني بالمعادن، فيه الكالسيوم، فيه الفوسفور اللي كيبنيو لينا العظام ديالنا وكيعالجوها هشاشة العظام. وكيما كتعرفوا هذا الدجاج قصار قليلا قصار قليلا. هذا الدجاج راه منخفض السعرات الحراريه وقليل الدهون، لا سيما انه على الجمر، فبالتالي قليل الدهون وعنده واحد القيمه غذائيه عاليه. وهذا الدجاج المشوي راه غني بالبروتين، الناس اللي كيبغيو عضلات داكشي مزيان ليهم هذا البروتين ديال الدجاج المشوي للحصول على عضلات وايضا تقويه العظام. وهذا الدجاج المشوي راه كيمد الجسم بالبروتين وكيقوي المناعه وكينقص حتى الجسم من داك الوزن اللي باغي التخصيص. فهذا الدجاج المشوي عطيك الاداه